سليمة، صحتنا الطبية لليوم رح تكون عن الحمل الكاذب والضعيف، والحديث أكثر عن هذا الموضوع بيسعدنا نرحب بالدكتورة ريم جبر الشعيبي، اختصاصية جراحة نسائية وتوليد وجراحة تنظيرية. يسعد صباحك دكتورة. صباح النور. أهلا وسهلا فيك. يا أهلين. لو سهلة. يا هلا. يسعد صباحك. صباح دكتورة، يعني بالبداية مثل ما ذكرنا بالمقدمة، الحمل هو هاجس عند كل فتاة بتتزوج، يعني بتحقق الحلم بالزواج بعدين بدها تكمل هذا الشيء بالأمومة، ولكن للحمل أنواع. يمكن خلينا نبلش بتعريف للحمل الضعيف، ما رح نقول الحمل الكاذب، نبلش بالضعيف. شو تفسيره علميا؟ هلا هو الحمل الضعيف انه احنا لما بنصور بالايكو ما بنلاقي ضبط للجنين، يعني مثلا احنا بالاسبوع السادس بتشكل عنا حلقه الحمل الى قياس معين، بعد اسبوع لازم نلاحظ وجود نبض لقلب الجنين، فاذا ما لقينا هالشيء بدنا نشك انه في عنا مشكله ما بالحمل، اما انه مصاب بتشوه معين او انه ميت بالاساس. فهذا الشيء الشائع عند الناس انه بيقولوا الحمل ضعيف، يعني انه هن ما اكتشفوا انه في حيويه لسه على الجنين. نعم. وانه لازم تظهر وما ظهرت. طيب دكتورة، خلينا نحكي عن أسباب الحمل الضعيف ومين أكثر النساء المعرضات له. الحمل الضعيف مشكلته بتنشأ إما من الزوج أو من الزوجة، أو إنه من تعرض الحامل لأمور خارجية سببت هالمشاكل هاي. يعني ممكن يكون عندنا تشوهات صبغية عند النطفة أو عند البيضة سببت إنه هذا الجنين ما هو طبيعي، فهو بالتالي حمل ضعيف ما رح يستمر بتكميل حياته الجنينية، أو إنه تعرضت الحامل خلال فترة الحمل هاي الفترة من التعشيش لفترة يعني لحد الست أسابيع أو سبع أسابيع الأولى لمواد خارجية، ممكن تكون مواد كيميائية، ممكن تكون فيروس سببت إما تشوه بهالمضغة أو إنه تلفه، فبالتالي ما رح تظهر حيوية لنبض الجنين. نعم، يعني دكتورة خلينا هيك نحكي ببساطة، في كتير يمكن حوامل بيجوا لعند حضرتك، في منهم حمل بيقولوا حمل عزيز عليهم فبيضلهم مسطحين ثلاث شهور بتخت، يعني أحيانا بلا فائدة، مو شرط التسطيح. ما بعرف أنتو كحدا مختص بهذا الشيء، يعني هي ما شرط يمكن هذا الشيء. لا مو شرط، بس هي المرأة اللي سبق لأنه حملت صار عندها اسقاطات متكرره فبصير عندها هاجس انه انا على اي حركه ممكن ينزل بس الحمل. بس لا، هو ما له داعي لهالدرجه اكيد، لانه ممكن يكون سبب الحمل يعني سبب الاسقاطات مو انه تعب مثلا او جهد، ممكن يكون في عندها اصابه بجسمها، اصابات فيروسيه مثل ما قلت، اصابات مثلا بالتوكسوبلازموز، في عندنا الحصبه الالمانيه، في امور كثيره ممكن، او عندها تشوهات صبغيه عم بتسبب انه هاي المضغه تكون مشوهه، فهي ان استراحت وما استراحت راح الحمل ينزل. فهي الاساس بالموضوع انه نحن نعرف السبب ونحاول انه نحله. تمام دكتوره، خلينا نحكي عن الالتهابات الفيروسيه اللي ذكرتيها، اللي ممكن تكون، حكينا انه ممكن يكون الاسباب من الرجل او من المراه، يمكن في نساء عندهم امراض معينه او طبيعه جسمهم بتخليهم يمكن يعني عندهم قابليه اكثر للحمل الضعيف عن غيره. الاسباب الفيروسيه مو يعني من الشخص، هي اصابه خارجيه مثلا، بس عندنا مثلا التوكسوبلازموس بيسموه بالعاميه هي داء القط، عبارة عن إصابة بتصيب الحامل نتيجة انتقال طفيلي مع يعني لما بتتناول لحوم نيئة مثلا، يعني مثل ما شاع عنا موضوع الكبة النيئة وهالقصص، أو اللي عندهم بيربوا حيوانات بالبيت مثل القطط والكلاب وهالمواضيع هي، فهذا طفيلي بينتقل للحامل وبيسبب تشوهات بالجنين وممكن يسبب الإسقاط. في عنا مثلا الحمى العطلة الخلايا بسموها CMV، كمان هذا إصابة فيروسية بتسبب إصابة إسقاطات. فيروسية غير الإصابة تبع يعني هي نفس الالتهاب ولكن فيروسي. هو الالتهاب انواع، فيروسي ممكن في يكون جرثومي، ممكن نحن عم نحكي عن الفيروسي، الفيروسي السي ام في هو الحمى معطله. نعم. الخلايا هي بتسبب كمان اصابه للمضغه باثناء تكوينها، يعني خاصه بالفتره الثلاث اشهر الاولى للحمل، فبتسبب تشوهات، ممكن الطفل يجي عنده اصابات سمعيه او بصريه او اعاقات اخرى، او بتسبب اسقاط هذا الحمل. كمان هذا سبب خارجي. نعم. بيضل عندنا مواضيع التشوهات الصبغيه، هي تكون يعني بدي ان آل الام او الاب، وهي بدها دراسه صبغيه لتنعرف اسبابها، وطبعا هي بالوقت الحالي ما عندنا لها حلول. طيب دكتوره، لما نحكي عن موضوع الحمل الضعيف واحدى السيدات عانت منه كذا مره، خلينا نحكي شو الاجراءات اليوم لازم تتبعها لا يمكن حتى يصير عندها حمل قوي، او يمكن اذا فينا نقول ممكن تحافظ على الحمل الضعيف، يعني هي بتعرف انه عندها حمل ضعيف، كل حمل ضعيف نهايته اجهاض ولا لا ممكن تقدر تحافظ عليه؟ هلا نحن بدنا نعرف السبب مبدئيا، بدنا نشوف اول شيء في عندنا مشكله مثلا
مثلا تشوهات رحميه سببت هالاسقاطات. في عندنا مثلا نساء عندها رحم شيء اسمه وحيد القرن، في عندنا رحم ثنائي القرن، هذا كله بيعمل اسقاطات مثلا. في بدنا نشوف نحن في عندنا بنعمل تحاليل دمويه بنشوف عندنا مشاكل بالهرمونات الام، في عندنا اصابات فيروسيه سابقه او لاحقه مصابه فيها الام، في عندنا اصابات طفيليه. وبالنهايه اذا ما لقينا هاي الاسباب كلياتها يعني اي وحده منها موجود، فنحن بنلجا للدراسه الصبغيه عند الام وعند الاب، بنشوف اذا في عندهم امراض وراثيه بتسبب هاي المشاكل. نعم، يعني دكتوره يمكن بالاشهر او بالشهر الاول والثاني يمكن ما نحن كمثلا حدا متزوجه جديد وحامل باول حمل لها، ما رح دغري تكتشف انه حملها ضعيف لا بعد 3 شهور شيء يعني، ولا في مده معينه؟ لما يعني لما الام الحامل تراجع الطبيب بده يتابع بالثلاث اشهر الاولى. يعني كيف بيعرف انه حملها ضعيف؟ هلا نحن بعد موعد الطمس الفائت تقريبا 15 يوم نبحث عن شيء اسمه نبض الجنين، سواء عن طريق ايكو مهبلي او ايكو بطني. ما لقينا من الا تراجعنا بعد 10 ايام كمان بنرجع بندرس هالموضوع. في نبض بنقيس قطر الكيس المحي، بنبحث فيه تشوهات معينه مثل تسلس ببين الصدري. اول ببين في تشوهات بتبين. واذا نحن عندنا شك مسبق يعني عندنا مشاكل سابقه عند الاسقاطات كذا، في عندنا تحاليل هلا جديده يعني مثلا ممكن نعمل بزل للسائل السائل الامنيوسي، ممكن ناخذ خزعه من المشيمه وندرسها اذا شاكين يعني بامراض معينه. طيب دكتورة بموضوع الحمل الضعيف، خلينا نوجه يمكن نصائح للسيدات أو خلينا نسلط الضوء على أخطاء شائعة عم بتكون موجودة بعلاج الحمل الضعيف. بالنسبة لل يعني نبدأ من البداية إنه نحن مثلا قبل في مرحلة الزواج نبلش بموضوع شيء اسمه الاستشارات الوراثية، ندرس إنه هل في أمراض مثلا بالعائلة عند الزوج او الزوجه. نعم. التغذيه الصحيحه للام نعملها تحاليل دمويه عامه بنشوف موضوع عندها فقر دم عندها مشاكل، لازم تكون تغذيتها صحيحه معتمده كثير على الخضروات وعلى الفواكه. واذا شاكين مثلا شفنا بالعائله في امراض كذا بنتجه لموضوع الدراسه الصبغيه يعني دكتوره يمكن اخذنا مساحه عن الحمل الضعيف، خلينا انا كمان نسلط هيك الضوء على الحمل الكاذب يمكن. كثير يعني شائع. هذا شائع جدا. هلا من جديد يمكن عم نلاحظه شائع جدا. يمكن احيانا الهوس تبع الفتاه بتخلي الوحده تتوهم انه هي حامل، ان شاء الله يا رب كل حدا بيصير عنده هو يعني بيصير الحمل الكاذب انه المريضه يعني مثلا عندها غياب طمس وبتجي اعراض انه مثلا غثيان الدوخه هالامور، فبتعتقد وحتى ممكن تنتفخ بطنها يعني انه انا حامل مثلا. بتروح بتصور عند الطبيب بيكتشف انه الرحم فارغ ما عندنا شيء. الحالة بتصير لما بتكون هي نفسية؟ السبب النفسي عامل كبير جدا. اللي عم بيصير انه البيضة ما انفجرت بهي الدورة الشهرية، ففي شيء اسمه الجسم الأصفر بالمبيض بيتابع بإفراز هرموناته البروجسترون وكذا، فلما بتعمل هي تحليل حمل ممكن تطلع إيجابية كاذبة إيجابية ضعيفة، فهيك يعني نفسيا تتوهم انه انا حامل خلص ما عاد بتروح على طبيب ولا شيء مثلا، خلص اخذت تحليل مبدئي وخلص كملت. الحل الفاصل بهالموضوع انه هي تعمل تحليل الدم، هذا اللي كنا بدنا نسالك عنه. نعمل تحليل الدم هون بيكشف اكيد موضوع الحمل، بيكشف اكيد لانه في عندنا تحليل اسمه البيتا اش سي جي، هذا خاص بالحامل نفسه. وبعد ايجابيته بفتره اسبوع ل 10 ايام عن طريق الايكو بنشوف نحن في مضغه في جنين في يعني الحمل النظامي طبعا. إذا نحكي دكتورة عن موضوع أو المدة الزمنية لاكتشاف الحمل الكاذب، ممكن تضل 8 شهور أو 9 شهور ولا لا؟ هو من الأشهر الأولى حيبين أنه عنده حمل كاذب؟ يعني من أول 10 أيام بعد غياب الطمس ممكن نكتشف أنه في حمل صحيح ولا ما في. يعني دائما لازم نرمين هو مراجعة الطبيب، دائما الوحدة ما تترك حالة حتى تمنع حالة من حمل ضعيف وأيضا من حمل وهمي. أكيد. إن شاء الله يا رب كل المتزوجات اللي ما جابوا أولاد يجيبوا أولاد بأريحية. نصائح هيك لكل يلي عم بيتابعنا هلأ من السيدات من الصبايا اللي تزوجوا جديد من الصبايا المقبلات على الزواج، نصائح دكتورة مين؟ البداية التغذية الصحية يعني الخضروات بشكل أساسي، الفواكه،
التعرض للشمس هي شغله كثير مفيده للام المقبله على الحمل، تحسن كثير تغذيتها مشان حتى يكون الجنين كمان بصحه وعافيه جيده. عفوا ركزت كثير على موضوع التغذيه، ذكرتي الخضروات، شو القصص الثانيه؟ في فيتامينات معينه لازم تكون موجوده؟ في عندنا الفيتامينات نحن بتنقسم لمجموعتين، مجموعه بتنحل بالدسم، مجموعه بتنحل بالماء. يعني مثلا انا فيتامين د اللي مشوي حكيته عنه هو موجود بالمواد الدسمه، بنلاقيه مثلا بالزبده، بنلاقيه بزيت كبد الحوت، زيت السمك، هالقصص. يعني المفروض هذا التناول الطبيعي بيغنينا عن كثير مشاكل، موضوع نقصه وهالقصص وانه نتناول ادويه وهالمواضيع. فنحن بتغذيتنا المتكامله رح نحصل على جسم صحي وبالتالي على طفل صحي، يعني طفل صحيح طبعا. نعم دكتوره، يعني موضوع الانجاب وحدوث الحمل يطول الحكي عنه، اكيد ان شاء الله بيكون عندنا لقاءات مستقبليه. بدنا نشكرك كثير الدكتوره ريم شعيبي، اختصاصيه نسائيه وتوليد وجراحه تنظيريه، على وجودك معنا. شرفنا كثير بمعرفتكم.